السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل دروس الـ SQL مع بعض، وفي الدرس ده هنتكلم على تاني مصطلح عندنا في الـ DML Data Manipulating Language اللي هو الـ Update. طيب تعالوا نشوف مع بعض. نفتح New Query، هنستخدم الـ Database، ماشي نخليها com. هنيجي نقول Use com F5. طيب نيجي بعد كده نشوف الاول، هقول له select all from employee F5 او run، ادي الداتا بتاعتي. وليكن مثلا انا عايز اخلي التليفون نمبر كله يساوي مثلا رقم تليفون محدد مثلا يعني. طيب هنيجي نعملها ازاي؟ هاجي اقول له update وادي له اسم التيبل اللي هو الامبلوي، خلاص set، واقول له تليفون ايكوال رقم تليفون محدد مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا اهو. طبعا انا هنا ما استخدمتش وير، يبقى هنا هيروح يطبق على التيبل كامل. طب تعالوا نعمل رن كده اهو، بيقول لي 6 رو افكتد. لو انا جيت اطبق اعمل سيلكت اول ونشوف الداتا بتاعتي هتبقى شكلها ازاي، لو جينا بصينا على التليفون نمبر هنلاقي كل الداتا بتاعت التليفون واخده نفس الفاليو اللي هي دي. طب لو عايز اطبق الكلام ده على رو واحد بس، ممكن اجي اقول له اخد الكلام ده كوبي كده، اقول له خليها تساوي 0000 اي شويه ارقام كده ماشي، وير مثلا وير امب اي دي، امب اي دي ايكوال ايكوال كام؟ 5 مثلا، اللي هو الامب اي دي بتاعه او بيساوي 5. هنا في الحاله دي هيطبق على اللي هو الموظف الاي دي بتاعه بيساوي 5، ده التليفون نمبر هو اللي هيتغير اهو. نعمل اكسكيوت تمام. تعال نرن تاني اللي هي السلكت دي، لو جينا بصينا على رقم 5 هنلاحظ ان فعلا التليفون نمبر بتاعه اتغير خلاص. يعني ممكن او ممكن نستخدم كمان اند امب اي دي ايكوال 6 بالمنظر دوت اهو، طبقناها تمام على 2. تعالى نعمل سيلكتد كده. طبعا انا ما عنديش 6، خليها 7. ننفذ امب اي دي بيساوي 7. تعالى نتاكد بس ان في 7. 5 5 و7، الامب اي دي اند امب اي دي بيساوي 7 ليه 0. طيب تعالوا نستخدم دي ان 5 7 7 اهو تو رو افكتد. طيب تعالوا نعمل select all from employee كده، تعالوا نشوف فعلا رقم 5 اهو بقى نفس الرقم بتاع 7 خلاص. احنا هنا استخدمنا ان. اللي مش فاهم ان يعني يراجع الفيديوهات، احنا في فيديو كامل عن ان خلاص. يبقى انا ممكن اطبقها على اكتر من رو، او على التيبل كامل، او على رو واحد فقط تمام. ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.